مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير. غنقترح عليكم واحد الشقة للمساحة ديالها 49 متر كاري، ثمن 36 مليون قابلة للنقاش. غنعرفكم على الشقة أكثر وغادي نرجعوا لونطري. عندنا باب بلاندي، نمشيو من لونطري عندنا الغرفة الأولى. الشقة كتكون من صالون وجوج ديال الغرف ومطبخ وحمام. نمشيو من الغرفة الأولى غنمشيو للمطبخ اللي كيجي إيكيبي. عندنا البلاكارات ام دي اف الفوق والتحت، وعندنا الطاجرة كتجي على شكل الآل البرخام بلاصة ماكينة الصابون وبلاصة الثلاجة. كيف ما كتشوفوا باقا غادي تركب لاهوط والبلاك والفران. المطبخ غادي يجي ايكيبي. عندنا الريلوات الكتريك، بلافو كيجي بهاد التصميم الرائع سامبل بلي سبوت اوليد. كيف ما كتشوفوا المطبخ كيجي رائع. نمشيو للحمام. الحمام اللي كيجي بالرشاش ديالو، الطواليط الرومية بالروبيني الطهارة، والفاسك بالبلاكار ديالو. الحمام اللي كيجيو فيه الجدران بالزليج في الحيط كامل. وعندنا بلافو اللي كيجي بلي سبوت كيجي سامبل. نمشيو للصالون. عندنا ريدو الكتريك، عندنا صباغة الخيال اللي كتعم الشقة ككل. عندنا البلافون اللي كيجي سامبل بلي سبوت اوليد. كيف ما كتشوفوا الصالون كيجي بها تصميم رائع بلاص تي في. ديما صالون على لونطري. ونمشيو للغرفة الثانية. الغرفة الثانية اللي عندها واحد الإطلالة جميلة على واحد الفضاء بجرة، وعندها الباب ديال لاطيراس فين تشرب القهوة الصباحية ديالك. كيفما كتشوفو الفضاء كتجي فيه واحد الجريدة زوينة تبارك الله. الغرفة الثانية كيف ما كتشوفوا كتجي حتى بالبلاكار ديالها وبها تصميم رائع في البلافو بالليد واللي سبوت. البيبان عود مخدومين باليد، وعندنا البلافون اللي كيجي بهذا التصميم الرائع بالسبوت والليد في الدخله. نزيد نعرفكم، نعطيكم اطلاله على الملكيه المشتركه. العقار كيتكون من ثلاثه ديال الطوابق، كل طبقه فيها جوج ديال الشقات. كيف ما كتشوفوا عندك بلاصتك في السطح، عندك بلاصه فين تباركي السياره ديالك. مشاهدينا الكرام، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يزورنا ياخذ فكره، مرحبا والف مرحبا.